كل ما كانت الفانيلا اغلى كل ما كان الكوكيز اطيب. كل ما كان الكوكيز اطيب. لازم تكون الزبده بحراره الغرفه. والله انك صراحه خبير جدا. مجرد ما ضفت البيض بتضيف الفانيلا. وبالحلويات خليكم دقيقين معنا بالمقادير، لانه اي مقدار بالضبط معادله كيميائيه مش مسموح ان نغير بشيء. السكر عندي 1 كوب رح احطه على الزبده وابلش اخفقهم مع بعض لحالهم لحد ما اشوفهم اندمجوا شوي مع بعض، من بعديها بنضيف المكونات الثانيه بنبلش. تمام، احنا عشان الوقت طبعا بدنا نخفقه فتره شوي اطول، بصير لون الخليط شوي افتح. رح اضيف البيض وبعدين رح احط الفانيلا. ضروري مع البيض نحط فانيلا، يا اما سائله يا اما بودره حسب المتوفر. وكل ما كانت كل ما كان نوع الفانيلا اطيب كل ما كانت اغلى. ما فيش اطيب. انت بدك تستخدمي الجمله كل ما كانت الفانيلا اغلى كل ما كان الكوكيز اطيب. كل ما كان الكوكيز اطيب. نرجع نخفق. رح نضيف المكونات الجافة. أنا هون حاطة طحين مع مادة رافعة، بس إشي بسيط اللي هي نص معلقة صغيرة مع رشة الملح، والحلويات لازم دائما نضيف لها رشة ملح. بنضيف المواد الجافة اللي هي الطحين والبيكنج باودر والملح ومنبلش نخلطهم شوي شوي. تمام، قبل ما نشغل الخلاط وهيك بيكون عندنا عجينة الكوكيز صارت جاهزة. أعجني هيك على السريع براحتك. تمام. هلا احنا ممكن نلمه بايدنا، بس بعد ما نخلطه بيطلع معانا العجينه. هاي بدنا نجيب ورقتين زبده ونحط العجينه بالنص، بس بدنا نرش شويه طحين عشان ما تلزق بورقه الزبده. بنحط الورقه من فوق ومن تحت وبنبلش نرق العجينه. اوكي، بدنا رشه صغيره يكون على ورق الزبده قبل ما نفردها عشان ما تلزق. نرجع بنفردها، وهاي هي السماكه اللي انا بدي اياها. بجيب قطاعه الكوكيز اللي بدي اعمل فيها الخرفان. هاي القطاعه اللي استخدمتها، مش ضروري اجيب قطاعه على شكل خروف، هاي بتعطيني شكل خروف بطريقه كثير حلوه. فهي تقريبا ورده، هي تقريبا ورده يعني دائريه وعليها هيك دوائر من الاطراف. بنحطها على عجينه الكوكيز وبنضغط تمام منيح عشان نتاكد انها تقطع معانا 100%. وبعدين بنشيل الكوكيز وهيك طلعت معانا الحبه جاهزه. شايفين السماكه عشان يكسبونت. هلا هاي بنحطها بصينيه فرن قصيره الحافه، بنحطها على حراره 190. تمزح 190 بدها من 10 دقائق لربع ساعه فقط وبتكون جاهزه. بس هاي اذا معنا اياها مش شرط، ممكن نجيب قطعات دائريه وهيك نطبع على العجينه. طيب. طباعه اعطيها هلا هاي هيك اوكي ونقصها دائريا. بعدين بنجيب نفس القطاعه اللي قطعنا فيها الكوكيز قبل شوي وبنقطع فيها عجينه السكر. بنجيب شويه مي وبنحطها على العجينه وبنلزقها. هذا صوف الخروف، وجه الخروف بالضبط. اوكي، وجه الخروف بنختار لون وجه الخروف اللي احنا بدنا اياه، سواء اسود لحمي بني زي ما بدنا. بنفرد برضو العجينه. هلا هون يا اما بنستخدم هاي القطاعات يا اما بنعملها يدوي. هلا بورجيكم على السريع اذا كان بس هاي موجوده. صح، موجوده في موجوده كثير. بس انا عشان المرق عشان ايش وتقدمي لقدام شوي نسرين عشان يقدر ياخذ لك المخرج براحته. هاي طلع عندي زي شكل الدمعه. هاي بقدر اعملها يدوي انا. تمام، بدي اشيل الجزء اللي فوق عشان يطلع معي يعني شكل. الادوات هاي صارت في متناول اليد وموجوده في في محلات الادوات المنزليه يمكن. وانت بتعطي دورات بهذا الامر اتوقع يعني مزبوط بسهوله بيجدوها. صح، يس اكيد. تمام، هي راس الخروف. هلا دنيه بهاي القطاعه البيضاويه. طيب كيف عامله الخطوط هاي اللي بالذنين؟ ورجيني انت هاي التفاصيل. هاي هيك شفتها هناك مبسوطه عليها فاجيت اتفرج اتعلم كيف عم تعمل. هاي اللي بتعطي دورات الحساب عندي. حساب عندك؟ سمعتي مصرين؟ سمعت حسابك. بسم الله عليك. اوكي، انا رصتها شفت كيف عملتها هيك. شوفي بدي تيز نسرين يعني بصراحة. يلا هذا الخروف النايم هذا اللي بضحك، كيف راح تسوي لنا الرموش هذول؟ هذول بالعجينة السوداء، أو بنجيب قلم كتابة بيتاكل يعني بيكون حبره بيتاكل وبنرسمه يعني نرسم على الوجه. والخشم عمليته بلون مغاير. التم
بهاي الأداة أو أي إشي يكون مدور من تحت زي مصاصة مثلاً. أوكي. بنعمل هذا الشكل. هيو. ممكن بمصاصة. تمام. وأي إشي مستقيم نعمل هيك زي رفعة الأنف. وبنعمل الأنف المفروض يكون لونه زهر. على آخر الخط هاد. طبعا لازم كلهم نلزقه بشويه مي او جلو، بس بيمشي الحال بالمي هون لانه كوكيز مش كيك. اها. والعيون ممكن حتى العيون نعملهم بهذا لانه كمان شكلا، يعني مش انه بالقلم المرسوم. بالله ارفعيها هيك وورجينا اياها، انت كرمتي. تفرج يا استاذ عبد الله. تفرج تفرج. يا عيني. فن. عن جد فن.